أحبائي طلبة الطلبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض في يونت 2 شابتر 1، في اللي بنتكلم فيه عن الهيدروستاتيك، وهنبدأ مع بعض ليسن 2 واللي هو يعتبر أبليكيشن أو تطبيق مباشر للأفكار اللي احنا كنا بدأنا فيها قبل كده عن إيه هو الدينستي وعن إيه هو البريشر. والنهاردة هنبدأ في موضوعنا عن البريشر أون أ بوينت إنسايد أليكويد. بريشر أون أ بوينت إنسايد أليكويد هو ده موضوعنا. كتير قوي بنلاحظ مثلا واحنا مثلا في حمام السباحه مثلا ومعانا كوره منفوخه ميه وبنحطها على الووتر سيرفيس بتاعنا، بيبقى عليها فلوت، تبقى عايمه فوق سطح الميه، تحاول تضغط عليها بايدك، تلاحظ ان الكوره بتحاول تضغط على ايدك وتخرج بره، لانك لو رفعت ايدك عن الكوره وهي جوه الميه هتلاقي الميه راحت زقتها ورمتها فوق الميه ورفعتها لفوق كمان من كتر الايه الهاي بريشر اللي موجود عليها تحت الميه. فاحنا عايزين نعرف البريشر انسايد ذا ليكويد احسبه ازاي. بريشر انسايد ذا ليكويد احسبه ازاي؟ تعال نفترض مع بعض ان ده كونتينر، وان جوه الكونتينر فيه بلات. البلات ده السيرفيس اريا بتاعه اسمه ايه؟ بلات يعني شريحه كده اهو، خلاص. البلات دي السيرفيس اريا بتاعتها ايه، وتعال نسمي البوزيشن اللي هي عنده ده اسمه اكس، وهي على ديبس من الليكويد سيرفيس، وهي على عمق من سطح سطح الليكويد بتاعه اسمه اتش. يبقى عندنا هنا بلات السيرفيس اريا بتاعها اسمه A، وهي الدبس H. طيب انا لو عاوز اعرف البريشر اللي على البلات A دي اجيبه ازاي؟ يعني ايه بريشر؟ اتفقنا ايه مفهوم عن البريشر؟ اتفقنا البريشر ده الفورس اوفر الاريا. البريشر هو الفورس اوفر الاريا. الاريا هي اريا البلات. طيب الفورس، الفورس هو عبارة عن الويت بتاع الليكويد اللي موجود فوق البلاد. المنطقة دي كلها عبارة عن المنطقة اللي موجودة فوق البلاد دي كلها، مش كل الليكويد، لا المنطقة اللي على قد البلاد بالظبط. يعني نقدر نقول له كده ان الفورس هنا ده الويت اللي موجود، والويت احنا كلنا عارفينه ماس تايمز جرافيتي. الويت احنا عارفينه ماس تايمز جرافيتي، فاحنا هنشيل الفورس ونحط مكانها ام جي، على ان الام جي ده مين؟ ده الويت اوف ليكويد كول. عشان كده حتى لما بنيجي نعرف او ندي ديفاين للبريشر انسايد ذا ليكويد نقول عنه الويت اوف ليكويد كولم، ذا ويت اوف ليكويد كولم اكتنج اون يونت اري. وهو ده مفهوم عن البريشر، وهو ده الديفاين بتاع البريشر انسايد ذا ليكويد. احنا لما جينا عرفنا بريشر قبل كده قلنا عنه ده الفورس او افريج نورمال فورس اكتنج بيربنديكولار يونت اري، الفورس اوفر الاري. هنا الفورس اللي بتمثلها هنا مين؟ الويت بتاع الليكويد، الويت بتاع الليكويد، والويت هو ماس في جرافيتي. فانا هشيل كلمه فورس اللي هي الويت خلاص وهكتب مكانها ام جي. طب الماس احنا اتفقنا هو الدينستي تايمز الفوليوم. الماس هو الدينستي تايمز الفوليوم. طيب والفوليوم ده عباره عن الاريا تايمز الهايت. الاريا اللي هي اريا البلات اللي هتعتبر ايه، اريا الليكويد بالنسبه لي برضو لان الاثنين زي بعض، والهايت بتاع الليكويد بتاعي. طيب الاريا اللي فوق والاريا اللي تحت دول هيتكنسلوا مع بعض، اتبقى لي ان البريشر ايكوال الرو والجي والاتش. البي ايكوال رو جي اتش. عايزين نحفظ بقى القانون ده. يبقى من الاخر لو انا عاوز اعرف البريشر انسايد الليكويد بستخدم القانون بتاعنا، يا اما الويت بتاع الليكويد اوفر الاريا بتاع البادي اللي موجود، يا اما لو انا هشتغل على ايه الدينستي والهايت واقول يبقى الرو جي اتش. الرو جي اتش، رو دينستي. دينستي مين؟ البادي ولا الليكويد؟ تعال نرجع للفكرة اصلها كانت عبارة عن ايه. الدينستي ده عبارة عن الدينستي ده جاي من خلال الماس بتاع مين؟ بتاع الليكويد. يبقى دينستي دينستي الليكويد. والجي ده جرافيتيشن اكسلريشن، والاتش ده الدبس فروم ذا سيرفيس اوف ليكويد، العمق. انا على قد ايه عمق تحت الميه؟ اندر ووتر سيرفيس 2 متر 3 متر 10 متر. يبقى ده يمثل الدبس، نوت الهايت، عشان اغلبنا بيلخبط في الحته دي. نخلي بالنا احنا بنتعامل مع الدبس انسايد ذا ليكويد العمق، لان العلاقه هنا ما بين البي والاتش علاقه ايه؟ علاقه دايره. فكل ما ننزل لتحت كل ما الضغط يزيد، كل ما ننزل لتحت كل ما ضغط الليكويد عندي يزيد، لكن كل ما نطلع من تحت لفوق نيجي من البوتوم للسيرفيس، نيجي من القاع للسطح، نيجي من تحت لفوق، يبقى معناها ان البريشر عندي بيقل. فالعلاقه الدايركت هنا تربط ما بين البي والاتش على مبدا ان الاتش يبقى الدبس بتاعي العمق، لان كل ما يزيد العمق زي ما اتفقنا كل ما يزيد الضغط عندنا. يبقى البي ايكوال ايه يا جماعه؟
رو جي اتش، رو density بتاعت الليكويد، جي جرافيتي، والاتش الدبس فروم ذا ليكويد سيرفيس، يبقى هو ده قيمة بريشر انسايد الليكويد. تعال ناخد في بالنا كده شوية ملاحظات مهمة جدا جدا جدا. لو الكونتينر ده اكسبوزد تو اير، مفتوح ومتعرض للهواء، يبقى اكيد الاير هو كمان اللي عامل بريشر على الليكويد سيرفيس بلس البريشر بتاع الليكويد على البلات، يبقى هو ده البريشر التوتال اللي عندي. يبقى لو قال لي فايند ذا توتال بريشر، يبقى نقصد بيها بريشر الاير بلس رو جي الاير، الرو جي اتش. البي اي نقصد بيها بريشر اوف اير بلس الرو جي اتش، يبقى ده التوتال بريشر اكتنج على البلات بتاعي. ده لو كونتينر اوبن. لكن لو كونتينر كلوزد، او لو مقفول، يبقى ما فيش بريشر اير، يبقى رو جي اتش بس. لو الكونتينر بتاعي كلوزد على الليكويد سيرفيس، مقفول على سطح الميه مباشر وما فيش اي هواء موجود ما بين الكفر بتاع الكونتينر والووتر، يبقى في الحاله دي بي ايكوال رو جي اتش. لكن لو هو اكسبوزد تو اير، متعرض للهواء، زي مثلا فيش تانك، حوض سمك، اكيد حوض السمك ده مفتوح للهواء، فاكيد عليه بريشر من الاير بلس بريشر الليكويد اللي معمول على الفيش بتاعتنا تحت. لكن لو مثلا ووتر تانك ريزرفوار، خزانات الميه اللي موجوده فوق البيوت دي، اللي فوق العماير بتاعتنا، خزانات المياه اكيد مقفوله، مستحيل تبقى مفتوحه، لاما لو فضلت مفتوحه هتتوسخ المياه ومش هتبقى نظيفه، فلازم تبقى كلوزد. ففي الحاله دي لما اتعامل على البريشر اللي جوه الووتر، يبقى رو جي اتش بس. ليه؟ لان هي مش مفتوحه. يبقى لما يبقى الكونتينر اوبن، اضيف عليه بريشر الاير، وهو يدهوني ده كونستنت، ده ما بيتغيرش. لكن لو هو كلوزد، اتعامل مع رو جي اتش بس من غير البي اي. يبقى اخلي بالي من الحته دي واحنا بايه بنشتغل وبنحل. تعالى بقى ايه الحاجات اللي ممكن نستنتجها من ايه من الفكره دي. اول فكره، ليه الدامز البيز بتاعها ثيكر ذان اتس توب؟ ذا بيز اوف دام ماست بي ثيكر ذان ذا توب. ليه قاعده السد تبقى اكثر سمكا من من الارتفاع بتاعها؟ تو withstand the increasing pressure at increasing depth، عشان يتحمل الضغط الكبير بسبب ضغط الميه. لان احنا عارفين كل ما ننزل لتحت، كل ما الدبس يزيد، ولما الدبس يزيد البريشر معانا ايه؟ هيزيد. فعلشان يتحمل السد بتاعي الضغط اللي موجود، لازم يبقى البيز بتاعه سمكه كبير عشان يتحمل ده. Do withstand the increasing pressure at increasing a depth. عشان كده الدامز السدود بتاعتنا البيز بتاعها thicker than its top. تعال نشوف برضو ابلكيشن تاني وفكره تاني. لو انا معايا vessels of different shapes بالشكل ده، ادي ده منها السمك كبير، وفي تيوب هنا ملفوفه، وفي اللي هنا فيها اشكال مختلفه، واللي شكلها ستريت بس ارفع شويه من التخينه دي، اشكال مختلفه. ايه اللي بنلاحظه لو احنا عملنا ادنج الووتر في وان برانش؟ بنلاحظ ان الووتر بيحصل لها رايز اب فيهم كلهم ات سيم ليفل. نلاحظ ان الميه كلها ارتفعت فيهم زي بعض، مفيش بقى ان التخين ياخد قليل والرفيع هياخد اكتر او العكس، لا كلهم بيطلعوا على ليفل واحد. طيب ليه يا مستر كلهم طلعوا على ايه وحصل لهم رايز اب سيم هايت؟ ليه كلهم طلعوا على ارتفاع واحد؟ لان الفور كونتينرز دول مثلا اوبن واكسبوز تو اير، وبريشر الاير عليهم من فوق هم الاربعه ايكوال، مخلي بريشر الليكويد اللي على سطح الاربعه متساوي، فبيخلي الهايت فيهم كلهم زي بعض. لكن تعالى تخيل مثلا كده تقفل واحده منهم من فوق، دوس عليها بصبعك واعمل اد لودر في وان برانش، هيحصل ان كلهم يحصل لهم رايز اب سيم ليفل ما عدا اللي مقفوله دي. ليه؟ لان البريشر الاير اللي عليها ما بقاش موجود، فالضغط اللي عليها اختلف، فعشان كده الميه مش هتطلع فيها بنفس الارتفاع. الارتفاع هيبقى ايكوال فين؟ معاهم كلهم. الارتفاع هيبقى ايكوال عليهم كلهم لما يبقى كلهم اوبن. لكن لو واحده فيهم حصل لها كلوز، يبقى مش هيحصل لها رايز اب زيهم. يبقى هنا بنطلع بقى بفكره مهمه قوي، ان all point that lies on the on a horizontal plane inside the liquid have the same pressure. كل النقط اللي على نفس الليفل جوه نفس الليكويد هيبقى عليها نفس البريشر.
يعني لو انا حبيت اخد بوينت تحت كل واحده من الاربعه دول واجيب البريشر اللي عليها. طب مش البريشر هو بي اي بلس رو جي اتش؟ البي اي عليهم الاربعه زي بعض، الرو الدنسيتي الاربعه نفس الليكويد، الجي جرافيتي زي بعض، والدبس كلهم على نفس الدبس. الله، يعني البريشر تحت الاربعه تيوبس دول كلهم زي بعض. الاربعه دول البريشر عليهم زي بعض. وهنا بنطلع بقى بفايده ايه، بنقطه مهمه جدا جدا، ان بالرغم من اختلافهم احنا ما بين البريشر واحد عليهم من تحت، لان احنا بنتعامل مع بريشر اون ا بوينت انسايد ا ليكويد. بريشر اون ا بوينت انسايد ا ليكويد، الضغط على نقطه داخل السائل، مش ده مش يعني الاريا بتاعت الليكويد بتاعي ما بقاش ليها تاثير، ولا كميه الليكويد اللي موجوده فيها تاثير. لا، كل البوينت اللي جوه نفس الليكويد اللي على نفس الدبس ليها نفس البريشر. يعني تعالى تخيل كده مثلا انك انت وساب مارين اندر ووتر سيرفيس تحت سطح ميه، انت وغواصه. شوف انت ايه بالنسبه للغواصه، حاجه نجلجلاب جدا يعني، لكن انتوا الاثنين، احنا الاثنين على نفس الدبس، واحنا الاثنين جوه نفس الليكويد، يبقى البريشر اللي عليا زي البريشر اللي على الساب مارين بالظبط، زي البريشر اللي على الساب مارين بالظبط. ليه؟ احنا جه الاثنين جوه نفس الليكويد وعلى نفس الجرافيتي وعلى نفس الدبس، يبقى لينا نفس البريشر. يا مستر اكيد في اختلاف. حقيقي في اختلاف، بس الاختلاف مش في البريشر، اختلاف في العلاقه ما بين الويت والاريا. اكيد الويت بتاع الليكويد اللي فوقيك قليل لان الاريا بتاعتك قليله، لكن الويت بتاع الليكويد اللي على الساب مارين كبير لان الاريا بتاعتها كبيره. يفضل الريشيو اللي ما بينهم قيمه كونستنت اللي هي قيمه البريشر اللي عليا واللي على الساب مارين. يبقى تاني، بالرغم من ان انا بالنسبه للساب مارين الاريا بتاعته صغيره جدا، ففي المقابل انا شايل ويت من الليكويد قليل جدا، لكن الساب مارين الاريا بتاعتها كبيره جدا فشايله ويت من الليكويد كبير جدا. يفضل الريشيو ما بين الويت والاريا قيمه كونستنت، قيمه البريشر اللي عليا زي قيمه البريشر اللي على الساب مارين، لان احنا الاثنين جوه نفس الليكويد. ادينا باكد تاني على الفكره، وعلى نفس الايه، على نفس الدبس. يبقى all point in the same liquid in the same level have the same pressure. all point in the same liquid نقصد بيها الدنسي، و same depth اللي نقصد بيها اللي هو الهاي اتش بتاعتنا، يبقى كلنا لينا نفس الايه، البريشر. ودي نقطة خطيرة جدا في كل الابلكيشنز اللي تانية اللي هنكمل عليها في الشابتر ده. مهم المبدأ ده كله ايه، يكون عند ايه في ذهننا. خلاص، all point تاني هقولها تاني، all point that lies on the on horizontal plane يعني مستوى افقي واحد inside the liquid have the same pressure. ده تاني conclusion في الحتة دي، مهم خالص خالص، ان الليكويد البريشر انسايد الليكويد داز نوت ديبند اون اريا، داز نوت ديبند اون اريا. دي نقطة مهمة قوي، ما بيعتمدش على اريا لكن بيعتمد على الليكويد ويعتمد على الدبس اللي انا موجود عليه، لان اذا دبس انكريز البريشر انكريز. الكونكلوجن التاني مبني على الجراف. لو احنا هنيجي نرسم جراف من خلال الايكويشن دي، والليكويد بتاعي اكسبوز تو اتموسفيريك بريشر، متعرض لبريشر الاير زي ما هو احنا مبني عليه القانون بتاعنا. فتعال نشوف لو الاتش بزيرو، لو الاتش بزيرو يبقى البريشر ليه قيمه، هي قيمه مين؟ الاتموسفيريك بريشر. لو الاتش بزيرو يبقى البي هي قيمه البي اي، يعني الجراف يبدا من نقطه هنا اسمها بي اي ونط من زيرو، مش هيبدا من الصفر. يعني اللاين بتاعي ما يطلعش من الصفر، يطلع من قيمه هي قيمه البي اي. ده امتى؟ لو الليكويد اكسبوز تو اتموسفيريك بريشر، متعرض لضغط الهواء. طب يبقى باقي العلاقه ايه بقى؟ هتطلع ستريت لاين، لان العلاقه بين البي والاتش هنا علاقه ايه؟ علاقه دايركت ما بين البي والاتش. يبقى اللي باقي هو السلوب. مين السلوب اللي باقي؟ الرو جي. يبقى سلوب اللاين ده ايكوال ايه يا جماعه؟ رو جي. يبقى امتى يبقى شكل جراف بادئ من بوينت نوت زيرو؟ بادئ من نقطه. امتى؟ لما يبقى الكونتينر اوبن، لما يبقى الكونتينر اوبن. يبقى العلاقه بين البي والاتش علاقه دايركت، هيطلع ستريت لاين، اللي باقي منها اللي هو الرو جي يبقى قيمه السلوب يعني. طب يا مستر لو كونتينر كلوز، في الحاله دي لو كونتينر كلوز يعني البي اي بزيرو،
فلو ال H بزيرو، لو ال B A بزيرو هو closed، وال H بزيرو يبقى ال B هي كمان تبدأ من زيرو، يبقى هنا الجراف يبدأ من ال origin point اللي هي زيرو بتاعتي، يبقى الجراف يبدأ من ال origin point اللي هي زيرو، مش هيبدأ من قيمة اللي هي قيمة ال B A. طب العلاقة تبقى ايه بقى؟ خلاص دايركت سلوب اللاين ده هيبقى مين برضو؟ اللي باقي اللي هي الرو جي. يعني فرق الجراف اللي فات عن ده ايه يا جماعة؟ ان الجراف اللي فات بدأ من قيمة مش الزيرو، لقيمة الاتموسفير البي ايه، ده معناه ان الكونتينر اوبن. لو الجراف بدأ من الزيرو والرسمة بتاعته بدأت من زيرو زي ما احنا شايفين، نفهم على طول ان هو الكونتينر كلوزد وان البي اير ايكوال زيرو. لكن في الجرافين الاسلوب واحد اللي هو اللي باقي اللي هو مين؟ الروجي. يقول ايه بقى في السؤال ده؟ بيقول كالكوليت ذا توتال بريشر ات بوينت اكس، ومدينا بريشر الاير ومدينا دينستي الاويل ومدينا جرافت. بيقول لي هات لي البريشر على البوينت اكس جوه الكونتينر. البوينت اكس دي على دبس قد ايه يا جماعه؟ 20 سنتيمتر، والليكويد اللي موجود ده اسمه اويل، ودينستي الاويل بتاعته ب 800، وواضح قوي ان هو اوبن لانه مدينا قيمه البي اي. طيب خلاص البي ايكوال بي اي بلس رو جي اتش، البي اي 10 باور 5 بلس الرو، وادي الجي، والاتش 20 سنتي يعني 0.2 بالمتر، واطلع البريشر الاير البريشر ات بوينت اكس الرقم اللي طالع معانا ده اللي هو 10 1600 نيوتن بير متر سكوير. ادي البريشر ات بوينت اكس، سهله جدا. تعال نشوف اكزامبل. بيقول سامارين، المثال ده مهم نخلي بالنا منه. سامارين از فاوند ات ديبس 50 متر بيلو سي ليفل، غواصه على عمق 50 متر تحت سطح الميه. The pressure inside the submarine is kept at normal atmospheric pressure. الضغط داخل الغواصة ضغط هواء طبيعي، وطبيعي لأن المفروض بدل ما في مكان مقفول جوه بني آدمين لازم ضغط الهواء جوه يبقى ضغط هواء طبيعي، عشان البني آدمين اللي جوه دول البحارة اللي جوه السمارين يقدروا يتنفسوا ويتحركوا بسهولة بدون أي مشكلة. فلازم البريشر اللي جوه يبقى بريشر اتموسفير عادي اللي هو قيمته قيمة البي اي. وبيقول لي كالكوليت ذا توتال فورس اكتنج اون اتس دور، عاوز الفورس اللي على الدور بتاع السبمارين. وبيقول لي نوينج ذات الدايمتر اوف دور از 80 سنتيمتر، ان قطر الباب ده 80 سنتي، واضح ان هو سيركل عشان كده مدينا الدايمتر بتاعه، ومدينا ان الدنسي اوف سي ووتر ب 1030، ومدينا الجرافيتي ب 10. طيب كده في مشكله، السبمارين فوقيها بريشر، بريشر الليكويد وبريشر الاير، وجواها بريشر هو بريشر الاتموسفيريك بريشر، يبقى التوتال بريشر اللي بيأثر على الدور قد ايه؟ ايه ده، في بريشر بره وفي بريشر جوه، يبقى انا محتاج اجيب ايه بقى؟ اجيب التوتال بريشر، اجيب الديفرنس ما بين بريشر اوت ماينس بريشر انسايد. البريشر اوتسايد السبمارين زي ما اتفقنا هو البي اي والرو جي اتش، ضغط الهواء وضغط الميه، لكن جوه السب مارين ضغط الاير بس. يعني بص كده، ادي البي اي، البي اوت هو البي اي بلس رو جي اتش، والبي انسايد هي البي اي بس. طب لما نيجي نعمل ماينس ما بين الاثنين دول، نيجاتيف بي اي وبوزيتيف بي اي هيروح مع بعض، يطلع لي التوتال بريشر هو الرو جي اتش. يعني اعوض بقى الدينستي ب 1030 والجرافيتي ب 10 والديبس ب 50، يطلع لنا البريشر توتال بريشر اللي على الباب. كده بقى معايا البريشر ايه اللي موجود على الباب، اقدر اجيب الفورس بسهوله. ما هو البريشر هو ايه يا جماعه؟ الفورس اوفر اريا، يبقى الفورس ايكوال البريشر تايمز الاريا، يبقى الفورس ايكوال البريشر تايمز الاريا، والبريشر احنا استنتجناه. طيب الاريا، مش هو بيقول لي دور الدايمتر بتاعه ب 80 سنتي، الاريا باي ار سكوير. خلاص افك بقى، ادي البريشر والاريا ب 3.14 والار ب 0.4 لان الدايمتر ب 4، الدايمتر 80 سنتي يبقى الريديوس 40 سنتي، السنتيمتر للمتر يبقى 0.4، واعمل لها ايه؟ سكوير، يطلع لنا التوتال بريشر اللي على الدور بتاعت السبمارين. يبقى عشان اجيب الفورس لازم اجيب التوتال بريشر، وبعد ما اجيب التوتال بريشر اعملها تايمز الاريا، يطلع لي قيمه الفورس اللي هو بيسالني ايه؟ بيسالني عليها. فهمنا المثال ده؟ لما يبقى في فرق في البريشر ما بين بره وجوه على ناحيتين من باب او دور او ويندو او اي حاجه،
اشوف بريشر ان وبريشر اوت، البريشر اللي على الليفت سايد والبريشر على الرايت سايد، الجنب اليمين والشمال، وعشان اجيب التوتال اجيب الديفرنس ما بينهم هما الاثنين. وطبعا الديفرنس هو الكبير ناقص الصغير، الكبير ناقص الصغير يطلع لي قيمة التوتال بريشر، وبعديها اقدر اجيب الفورس بان انا اعمل بريشر تايمز الاريا يطلع لي قيمة الفورس بتاعتي. اتمنى نكون فهمنا درس النهاردة، ونتقابل ان شاء الله الحصة الجاية مع ليسون 3.